السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. معاكم هيثم مرسي من كريبتو عرب. حلقتنا النهاردة عن موقع اتكلمنا عليه من فترة طويلة وناس كتير طلبت مني اللي أنا أتكلم عليه النهاردة، هو موقع شيرينبي. موقع تقدر تستغله بالمجان وتربطه بمنصة بيتريكس الخاصة بيه وتشتغل عليه. فالنهاردة هنشوف آخر التحديثات وأهم التحديثات اللي ممكن تفيدك وتخليك تربح بعض المال. فلو أنت جديد معايا في القناة ياريت تعمل سبسكرايب وتدوس على الجرس. لو أنت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وتسيب الكومنت بتاعك لأن أكون شاكر ليك. نبدأ الفيديو بتاعنا. اهم التحديثات في الموقع زي ما انتم شايفين هنا بدا الديمو، والديمو انت تقدر تشتغل عليه بالمجان عشان تجرب الاستراتيجيه بتاعتك. بيديك زي جيست زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، وتقدر تعمل له حساب وتحط اللي انت عايزه وتجرب عليه، وده اللي احنا هنشرحه النهارده بطريقه سهله وجميله. الديمو يا جماعه زي ما انتم شايفين بيقول لك هنا ان انت عندك حساب 1520 دولار بتشتغل على منصة باينانس. في الحالة دي انت ممكن تشتغل على باينانس او بيتريكس، وبيوريك ان انت رأس مالك بدأ ب 1700 وانت خسران، وده شيء كويس مش وحش لما يكون في موقع بيقول لك خلي بالك انت هتشتغل عندي بالديمو بس هتخسر، فلك حرية الاختيار. اما بالنسبة لتحت هنا في الديمو هنا بيشتغل بأكتر من زوج زي ايوس، ايون، فيشاين، سالت، ايتالاند، ونانو، وزي ما انتم شايفين يعني لا تعد ولا تحصى. هنا طبعا اللوكيشن، اللوكيشن اللي انت بتربط بيها الحساب بتاعك زي ما انت شايفين، وبتعتمد على استراتيجية معينة، وطبعا موجود استراتيجيات مدفوعة داخل الموقع وده اللي هشرحه لكم في يعني في اخر الشرح. هنا ممكن تغير استراتيجيتك بشكل اصح او اللي انت بتحبه. اما بالنسبة هنا للوالد بتاعك وهنا البلاك ليست للعملات اللي انت مش عايز الموقع يشتريها. اما بالنسبه للهيستوري بيجيب لك راس المال بتاعك، وطبعا هنا بيقول لك لو انف لوكيشن، وهنا السوشيال يعني، ودي الفكره اللي انا هشرحها لكم النهارده. فانت يمكنك استخدام الموقع قبل او تجربته بالمجان وبعد كده تربطه بالحساب بتاعك عادي جدا عن طريق الاي بي بتاع المنصه الخاصه بيك. طبعا بالنسبه لدوت فهو ده حسابي الخاص بيا اللي انا قدامكم هيثم اهو يا جماعه، شغال على منصه بيتريكس بمبلغ صغير 660 و70 والكلام ده. طبعا انا كنت لفتره معينه اللي كنت هطلع بالفيديو يوم 10 يعني امبارح كان عندي 729 دولار في حسابي، النهارده عندي 668 دولار يعني خسران. ممكن اعمل برانش مثلا بهذه الطريقه وهو يبدا يشتغل لي في الموقع وممكن يرفع لي. زي ما شايفين انا خسرت بس امبارح 54 دولار، وفي خلال ال يعني ال 7% من راس مالي استخدمتهم غلط، مش خسرت، 7% من راس مالي استخدمتهم غلط. فلذلك لازم تكون حريص على طريقه عملك واستراتيجيتك. بس بمعنى اصح انت مش هتخسر فلوسك ولا حاجه، انت بس يعني حسبتها غلط. يعني مثلا انا حسبتها ان انا كنت عايز احول نسبه معينه من راس مالي، 50% من راس مالي اللي انا على طول بنصحكم بيه بوريكم يكون في البيتكوين. فاما نزل البيتكوين لما كان مرفوع لحد امبارح كان عندي 733، النهارده البيتكوين نزل فانا خسرت المبلغ بتاع البيتكوين. ولكن في المستقبل انا استفدت ان انا حولت بعض العملات اللي انتم شايفينها هنا اهوت الى عملات اخرى. مثلا انا كنت محتاج اشتري دوكوين فاشتريت بمبلغ 33 دولار، او المب او البرنامج اشترى لي 33 دولار بالدوكوين من راس مالي بدون تعب او بدون عمل تداول. وده بيفيد لبعض الاشخاص او ببعض الاعضاء او بعض الناس اللي هم ما عندهمش خبره كفايه او بيكرهوا التداول او ما بيحبوش التداول او بيخافوا من المخاطره. فكل ما عليه مثلا اللي هو بيسمع مثلا ان في فكره جديده او في مثلا عمله كاردانو مثلا اللي هي هتكبر او سعرها يعلى، فبيقول للسيستم هنا اللوكيشن اشتري لي مثلا 50% كاردانو، وبالتالي السيستم بيقول لك اوكي. هنا الوالد بتاعي زي ما هو، هنا الهيستوري، تعالوا نشوف الهيستوري بتاعي. زي ما انتم شايفين انا غيرت اللوكيشن بتاعي، عملت ده استراتيجيتي 50% بيتكوين، 5% ادا، 5% دوج، 10% تريوم، كومودو 5%، لايت كوين 5%، وسيا كوين تقريبا اشتريت منها لان فيها تقريبا فيها هايب كتير اليومين دول.
اما بالنسبه لمشروع السوشيال والكلام ده، يعني بفكره معنى صح كل واحد مثلا عنده تيم او عنده فريق معين من الاشخاص، كل ما عليك اللي انت مثلا بتخش هنا بتلاقي مثلا كذا واحد كريبتو عربي هو ده بتاعي، ده بيوتي ديلز، ده انا تقدر تتبعني في السوشيال بحيث تشوف استراتيجيتي على طول. طبعا استراتيجيتي انا مش ناجحه حاليا لان انا بعمل تيست عليها، ولكن ناجحه لحد امبارح ومكسباني مبلغ كويس جدا، النهارده خسرة. هي دي الحياه، مكسب وخساره، فلازم انت لو ما خسرتش مش هتتعلم، ولكن النهارده السوق كله نازل 15% 10% 10% 10%، فما فيش حد ناجح يعني، وما فيش حد يعني ايه هيقدر يعمل حاجه زي كده، بس في اليوم 7% في الاسبوع ناقص 10% في الشهر احنا خسرانين، وده حاجه عاديه جدا ما فيش اي مشكله خالص. فكل ما عليك ان انت بتخش بتدور على كريبتو عربي، ولو انت عايز تتبعني. اما بالنسبه لو عايز تتبع لشخص معين بتتبعه من 8 دولار في الشهر، وبتشوف مثلا بتقوم شاري الخدمه بتاعته. بتستفاد ايه مثلا؟ بتخش لو انت دخلت على الداش وبعد كده نرجع على السوشيال، هنا بتلاقي هنا تعمل فولو وبس. في ناس كتير جدا موجوده انت تقدر تشتغل من خلالها، وناس طبعا عندها فكر كبير وعندها استراتيجيه عاليه جدا. فانا انصحك يعني اللي انت تتابع ناس والكلام ده. اما بالنسبه لو عايز تشتري، كل ما عليك انت بتعمل باي ناو وبيبعتك على الباي بال، وبتدفع بالباي بال بدون اي مشاكل، يعني انت مش محتاج حتى تدخل عالم الكريبتو كرنسي بالكلام ده، هم بيشتغلوا بالباي بال، ودي حاجه مش مبسوطه قوي بيها اللي انت بيشغلك من باي بال، ولكن اوكي. انت لو عايز تشوف مثلا الديتيلز بتاع الراجل دوت اللي هو في الاسبوع في الشهر، طبعا النهارده زي ما انتم شايفين هو خسران، او كل الناس خسرانه بوجه عام. كل ما عليك انت تعمل فيو ديتيلز وبعد كده بتدفع العضويه، وتقدر تشوف اي استراتيجيه لاي شخص اللي انت تقدر تربح منها بدون اي مشاكل خالص. طبعا احنا مش الفيديو بتاعنا ينتهي على كده، انا ناوي برضو يعني اتوغل للامور شويه وافهم اكتر واكتر واكتر بحيث اقدر اوصل لاكتر استراتيجيات. فان شاء الله بحاول ادور على اي حد من فريق الدعم دوت عشان اتكلم معاه وافهم استراتيجيه كويسه ليه، لعل وعسى تفيدني وتفيدكم وتفيد كل الاعضاء او كل الناس اللي تيجي تزور قناتي. يا ريت الفيديو يكون عجبك، فيديو صغير ولكن مهم. تابعونا في الفيديو الجاي ان شاء الله لنتكلم عن شيرين بي بي بطريقه اكبر، هنفهم استراتيجيات وهنضع استراتيجيه ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.